حبايبي جريد فايف بدعيكم من كل قلبي، وانتوا طبعا عارفين الدعوة. تعالوا كده نشوف الرب ما نخلص دروس لسون، سوري دروس فيرست ترم 2023. النهارده حاجة اسمها اوردر اوف اوبريشن. الدرس ده هتاخده تاني السنة الجاية، بس بناخد حاجة معاه زيادة، هتاخده تاني في السنة اللي بعديها. النهارده هناخد على قد ما انت اخدت. فانت تيجي الاول تقول لي يا مستر يعني ايه اوبريشن؟ يعني ايه اوبريشن؟ اقول احنا بنشتغل ماث. الاوبريشن بتاعتي بلس ماينس تايمز ديفايد، يبقى دول الاوبريشن بتوعنا. طب الاوردر يعني ايه؟ يعني العب مع مين قبل مين؟ هو ده اللي احنا عايزين نتدرب عليه النهارده. تعالى كده مع بعض نشوف احنا كمان هنعمل ايه تاني. وعندي حاجه بقى اسمها اكسبريشن، وعندي البرانثيز اللي هو هنقول عليه براكت. واحنا هنشتغل في اكسرسايز 26 للناس اللي بتسال هو احنا كنا شغالين فين؟ هو احنا لما نيجي نعمل هوم ورك نشتغل منين؟ يبقى انت هتشتغل معايا من اكسرسايز 26. خد بالك بقى معايا، وطبعا لو انت عايز تشوف الفيديو روح على القناه. تعالوا مع بعض نبدا كده. ادي حاجه، خد بالك معايا لو سمحت يا مستر. انا شايف تايمز وبلس وكمان بلس، تفتكر ابتدي بمين؟ قال لي خد بالك واحده واحده، انت هتقول معايا واحده واحده. اه حلو قوي، زميلكم قال من ليفت، موافق. بس قبل ما اقول ليفت اقول اول حاجه اسال، يا ترى انا معايا برنتسيز ولا لا؟ معايا؟ يبقى هو ده اللي ابتدي بيه. طب لو ما لقيتش اسيبه واروح رايح اجي من الليفت اسال، يا ترى التايمز ولا الديفايد جاي قبل التاني؟ تاني؟ لا ما احنا واحده واحده، احنا بنسال. طب بعد ما بخلص يبقى انا لقيت برنتسيز اشتغل، ما لقيتش اشوف تايمز او ديفايد. منين؟ من الليفت. طب بعد كده اشوف البلس او الماينس، منين؟ برضو من الليفت. طب واحده واحده مستر عليا، هل اعمل 100 تايمز؟ لا. امال اعمل ايه؟ اقول له اشتغل هنا الاول. نقول تاني؟ نقول تاني يا مستر انت مديني تايمز وبلس وبلس، العب مع مين الاول؟ اقول له استنى، لو لقينا البرنتسيز ابتدي بيها الاول اللي هي البراكت. حاضر يا امرايا، قولي. تعالوا كده مع بعض نرتب افكارنا. اوردر اوف اوبريشن، بص كده. اول حاجه البرنتسيز يا مستر، يعني ادور عندي براكت ولا ما عنديش؟ عندي ابدا بيه، سواء بدا في الاول او في الاخر. طب ما لقيتش، نمبر 2 اشتغل من الليفت. مالتبلاي او ديفايد، اللي يجي في الاول. بعد كده هشتغل بلس او ماينس، اللي يجي في الاول. اتعود على اللغه، اتعود انك تقول الكلام ده. يبقى اول حاجه اشوف انا معايا برنتسيز ولا لا. معايا جاي في نص المساله، في اخر المساله، في اول المساله، ابتدي بيه. بعد ما اخلصه اجي من الليفت، ادي كلمه الليفت. مين جه قبل الثاني؟ المالتبلاي او الديفايد، يعني بعد ده ما ابداش بلس وماينس؟ لا. تعالى كده مع بعض نشوف الراجل ده اهو جميل، بيقول لي يوز الاوردر، استخدم لازم. اه تعالى بقى نشوف المساله اهي. تعالى يلا نقول مع بعض، ينفع ابدا بالتايمز؟ يا مستر ما انت بتقول بالليفل. ايوه حبيبي، بس بعد ما اعمل اكسباند الاول، بعد ما افك. يبقى انا هدخل على الحلوين دول اعمل لهم ايه؟ طب عشان ما اغلطش اجي اعمل درافت. اعمل درافت. طب يا مستر ما فيش مكان لورقه الاجابه. اسمع حبيبي، اخد حبيبي من الرايت، اخد التو مع الايت والوان مع الوان. اقول له لا حبيبي ما تتلعبش كده، تتلعب. انا معايا هنا كام ديسيمل وهنا كام ديسيمل، ده 2 وده 2، يبقى هشتغل
لو كان فيهم واحد تو واحد وان بوت زيرو. اتعود مش يلا بتحل وبس. يبقى انا هقول 2 بلس 8 يبقى هعمل بوت زيرو كاري 1. بوت زيرو 1 بلس 1 2 3. شكرا. وين بوينت؟ اخد بقى الهول مع الهول، الوانس مع الوانس، الوانس مع الوانس. وهنا التنس مفيش. ادي المسألة نقولها تاني؟ تعالى نقولها تاني. بص الراجل ده بيقول ايه؟ ابتدي بده ولا ده؟ ولا بال 6؟ ابتدي بمين؟ باللي جوه البرانتسيز. اتحول تقول حبيبي عايزك تمشي معايا وانت حاضر. اهو يا مستر خدنا الحلوين دول الاول. ما لعبتش مع 100، ما لعبتش مع ال 6. في مشكله؟ سؤال بقى اللي بعده، اعمل لدول بلس ولا اعمل تايمز؟ اقول له انت قلت اجي من الليفت اشوف عندي تايمز ولا عندي ديفايد. دول بيفور، دول قبل البلس او الماينس. يبقى هلعب مع دول الاول. وانت علمتني، اسمع يا بابا، لما اجي اعمل تايمز 100 ويبقى عندي ديسيميل اخدها واسحبها للرايت. تعالي يا حاجه انا هعمل 100 يبقى همشي كم موف؟ 2. ادي 1 2. ما لقيتش حاجه تقف قبلها تمشي تمشي تمشي. باي باي. يبقى الانسر بتاعتي 753. نقول تاني، انا هعمل تايمز ده 100 وده معايا ديسيمال، هاخد البوينت واسحبها اعمل دراج للرايت احركها كام موف؟ اشمعنى 2؟ بص معايا ادي 1 ادي مفيش حاجه تقف قبلها. باي باي. يبقى الانسر بتاعتي اهو، لسه عندي بعد كده البلس. اخد الوانس مع الوانس، مفيش تنس اعمل دروب، مفيش 100 اعمل دروب، مفيش 1000 اعمل دروب. وادي كده الستبس بتاعتي وخلصت المساله. حبايبي بيقول لي يوز الاوردر بتاع الاوبريشن. اول ما اقول لك الجمله دي بص كده اتعود تعمل كده. يعني ايه ده؟ يعني اسال انا معايا براكت ولا ما معيش؟ يبقى شكرا. اللي بعدها دي معناها ايه؟ شكرا. الليفت اجي ايه؟ اسال في ده او ده؟ في عندي تايمز او ديفايد؟ يبقى ياخد التايمز الاول. يعني ما عملش ماينس؟ لا، التايمز قبل البلس والماينس. تاني ما عنديش برانتسيز، ما عنديش براكت، خلاص هاجي من الليفت. مين اللي ظهر الاول؟ يبقى انا هاجي للحلوين دول واعمل ايه؟ يلا 10 تايم 4 ايه؟ 40. بعد كده انزل مين؟ ماينس 3. وبعد كده هعمل ايه؟ ماينس. بس كده اقول له اه بس كده. حبايبي الراجل ده اداني دي، نلعب سوا. ينفع ابدا بالديفايد؟ لا. ليه؟ يبقى انا الاول اعمل اللي ده اكس بان افك الاول، يبقى ما اعملش الديفايد؟ لا، طالما في برانتسيز في براكت. يعني انت قصدك ال 55 تنزل؟ لا. والديفايد تنزل؟ وادخل جوه اعمل ايه؟ نقول تاني؟ نقول تاني. ينفع ابدا بالديفايد؟ لا. لا، اروح للراجل ده؟ اه. جواك ايه يا عم؟ جوايا بلس، يبقى اعمل لدول بلس. يبقى ادي يا حبيبي ال 55 ما لعبش معاها والديفايد ما لعبش معاها، لكن ادخل جوه واعمل لدول بلس، عملت بلس. وبعدين هعمل ماينس كام؟ الموجودة 5. شكرا. بس كده؟ اه. وبعد كده
اعمل ماينس ولا اعمل ديفايد؟ ديفايد. اجي من الليفت، اجي من الليفت، كرر الستيبس. يبقى الاول اكسبانت خلصته. اجي من الليفت، مين اللي جه قبل الثاني؟ ديفايد. اعمل ديفايد 55 ديفايد 11، يعني اعمل تايم 11. بص حبيبي هرجع لك اهو، ادي يا برنس 55، ادي ال 11، امسك ال 11 ادي كده 1، بعد كده ازود 11 تديني 22، يبقى دي 2، ازود تاني تبقى 33، يبقى دي 3، ازود تاني، ما انا كل مره بعمل بلس 11 بقى 44 واقول له دي 4، لسه اعمل بلس تاني، دي بتاع كام؟ يبقى دي طلعت مع الفايف، ادي الفايف وادي ال 11. استنى اجي الاول اكتب 55 ديفايد 11 اديتني كام؟ 5. اعمل بقى دلوقتي ماينس 5 ايكوال خلاص. ادي حبيبي الستبس بتاعتي الجميله، وعود حبايبي تعالوا نراجع مع بعض تاني الستبس. ادم خد بالك لو سمحت، بص حبيبي معايا، ينفع ابدا بالماينس؟ لا. ليه؟ تقول لي انت قلت هاجي من الليفت، بس بدايتي يا اما تايمز يا اما ديفايد اللي يجي الاول. اسمع حبيبي، عينك هنا ما تفضلش عينك طالعه نازله زي الاسانسير. يبقى انا يا مستر جاي من الليفت في ماينس، اقول له استنى تايمز، بس اخد التايمز الاول. هو ده حبيبي الطريق. افكر ازاي؟ هاجي من الليفت، مين الاول؟ اقول له ادور على تايمز او ديفايد، لقيت تايمز، بص بقى يبقى الراجل ده مش هلعب معاه، العب مع دول. اقول له المستر علمني، اسمع بس وخد بالك، ان لما اعمل مالتبلاي لديسامين، اعمل هايد للديسامين، اداريهم، فده يبقى 35 ودي تبقى 2، واعمل تايمز احطها تحت 2 تايم 5 10 كاري 1، 2 تايم 3 6 يبقى 7. بص بقى المفاجأة، بص يا يسرى، أنا مبسوط إن اليسرى الوحيدة اللي بدأت بده. طب في حد تاني بدأ بس معرفش ليه اتلخبط زي ياسين وملك. أنا معايا كنت شايل كام معايا؟ ده معاه 1 وده معاه 1. أروح جاي من الليفت من الرايت واطلع بعد 2 ديجيت. نقول تاني؟ نقول تاني. بص يا برنس، باي 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 باي، يلا نلعب تاني. أول حاجة أبتدي بالماينس؟ لا. أبتدي بإيه؟ تايمز يا مستر. حاضر يا عمو. فأنا رحت واخد التايمز، بص كاتب لك إيه؟ معايا 2، أعمل لهم هايد. شلت في دماغي 2 ديسامل أهو. تعالى بقى نكتبهم من غير الديسامل أهو يا حبيبي. تعالى نشوف هنحل إزاي. 2 تايم 5 ادي 10، معلش هو حل على طول، يبقى 10 وكاري 1 بقت 70. بس انا هاخد دي واكتبها؟ اقول له لا، ارجع البوينت اهو. تعالى بوت ذا بوينت بعد 2، اروح جاي 1 2 واطلع بيها، اهي جايه لك اهي اهي، وادي تزيد. يبقى انا هروح جاي عند الراجل ده العب معاه؟ لا، هيتكتب اهو، وكل اللي عليك دول بقوا كده. نرجع بقى نسأل، هاجي تاني منين؟ واسأل، أنا كنت بقول تايمز أو ديفايد، خلصوا؟ أجي برضو من الليفت واسأل، ها؟ بلس أو اللي يجي الأول، ينفع أروح أعمل بلس؟ لا. الله عليك. تعالى نعمل لهم ماينس علشان ما اغلطش، اعمل درافت. رحت رايح واخدته، طب الناس مش شايفه، اطلع بيها فوق 28.1،
وادي معايا 070. لازم حبيبي قال ده زي ما ده معاه 2 ديسيمل اللي فوق يبقى معاه 2 ديسيمل. خدي بالك يا جماعه، هروح جاي ده واحط زيرو وابتدي هعمل ماينس، ابدا زيرو ماينس زيرو شكرا، 1 ماينس 7 ازعل والنبي كان على عيني. نروح لل 8 يا 8 والنبي اديني 1 وانت تبقى 11، هيبقى هنا 4. 7 ماينس 0 الراجل ده برضه هيعمل كده؟ اه طبعا لازم يبقى عندي 2 ديسيمال. 0 ماينس 0 0، لكن ال 1 يبقى 11، ال 8 تبقى 7، اه طبعا واكتب فوق منهم كده وابتدي اشتغل الماينس، ادي 0 وبعدين 11 ماينس 7 تبقى 4، البوينت تنزل في بيتها، و7 ماينس 0 7 اروح جاي بقى هنا. الاثنين دول ادوني 27.4، مين ما كانتش بتلعب اهي، اروح عامل درافت تاني واعمل بلس. طب يا مستر ما عنديش مكان للدرافت، 4 و4 يبقى هكتب 8 وادي البوينت، 9 و7 9 بلس 16، 6 كاري 1، 3 و2 تبقى 5. طب ممكن نقول تاني؟ بص حبيبي بالراحة، أنا هاجي أشتغل من الليفت لقيت ماينس، اسمع عشان هديلك غيرها، استنى ما تستعجلش، لقيت تايمز، أقول له آه التايمز والديفايد قبل البلس والماينس، فرحت الأول خدت دول عملت هايدي في دماغي، هنا ده معاه 1 و1 شلت في دماغي قلت أحل، وبعدين احط البوينت بعد 2 ديسيمال اهو، رجعت بقى شلت دول وكتبت الانسر، اقول له هاجي تاني من الليفت عند الماينس قبل البلس، اشتغل الماينس قبل البلس، رحت عامل درافت عشان ما اغلطش، جبت الانسر ارجع اعمل بلس. لو عندك مكان في ورقه الاجابه تعملهم درافت يعني تخليهم رايت داون تحت بعض يا ريت، هيبقى افضل عشان ما تغلطش. ادي طريقه الحل بتاع درس النهارده الاوردر اوبريشن. عايز اديكم معلومه، درس الاوردر بتاع الاوبريشن انت بتراجع اغلبيه الدروس اللي خدتها، بمعنى انك هتلاقي ديسيمال فانت بتراجع الديسيمال، هتلاقي تايمز هتراجع التايمز، هتلاقي ديفايد هتراجع الديفايد. طب انا مش مصدق اللي انت بتقول، اتفضل هنا ادي مسالتي، ابتدي بالتايمز ولا الديفايد ولا الماينس؟ اشمعنى؟ الله عليك، يبقى انت بتقول انا جاي من الليفت، بس في نفس الوقت اقول كده تايمز ولا ديفايد اللي يجي الاول، لكن ما اعملش بلس او ماينس. يبقى انت بتقول الكلمتين دول، يبقى انا هاخد يا مستر الديفايد الاول، في مشكله؟ لا. بس خلي بالك ده هنا في ايه؟ بوينت الاول، انا البوينت عامله لي مشكله، فانا هاجي بص كده هعمل درافت، يبقى الديفايد تيجي قبل المالتبلاي. بص بقى معايا ال 5.5، انا خد بالك هاجي يا مستر كاني هعمل تايم 10 هنا وهنا، في الديفايد انا معايا 1 ديسيمال اعمل تايم 10 لل 2 نمبرز، لو كان 2 ديسيمال اعمل تايم 100 لل 2 نمبرز عشان اتخلص من البوينت عشان ابقى شغال براحتي. خد بالك يا حد دلوقتي اقدر اعمل ديفايد؟ ايوه. تعال بقى افكرك بالاسلوب بتاع الديفايد، لونج ديفيجن 50 انا اسف، احنا اتفقنا دول 2 ديجيت 2 ديجيت، دي 55 ودي 50، لو انت حبيت تعمل هنا 51
لو حبيت تكتب 2 هتبقى 100. يا مستر ما ينفعش اخد ال 2 هناخد ال 1. خد بالك يا حبيبي معايا لو سمحت. يبقى خدنا ال 1. خدت ال 1 بتاع ده يبقى هكتب تحت هنا 50. حد عارف بعد كده بنعمل ايه؟ ماينس. اكسلنت. اعمل ماينس 5 ماينس 0. شكرا. 5 ماينس 5 0. خد بالك بقى من اللي جاي عشان دي اللي انت بتغلط فيها. المفروض لو في ديجيت اعمل دروب. مفيش. وما ينفعش اقول خلاص. وما ينفعش اقول ريميندر 5 عشان احنا عندنا حاجه اسمها ريميندر. ايوه بس هنا ما ينفعش، لازم تكمل. اسمع وتعلم. يا 5 انت لس 50، ال 5 اقل من ال 50. بص بقى، اطلع اب واحط بوينت، ما انزلش بايدي فاضيه انزل بزيرو. تاني ال 5 لس ايه؟ 50. ما تنفعش. اعمل ايه؟ فوق وانزل زيرو. ايه ده بقى؟ 50 50 يبقى بكام؟ 1. 50 ديفايد 50، 5 ديفايد 5 يبقى 1. اكتب ال 1 اكمل حبيبي واسال زي ما انت عايز. وارجع اخد ماينس وادي اهو. بص بقى المفاجاه، يبقى الاثنين الحلوين دول بقى 1.1. هعمل بعد كده تايمز ولا اعمل ماينس؟ تايمز. اللي جاي من الليفت الاول التايمز اهو. اعمل لدول تايمز. ادينا بنراجع درس التايمز في الديسيمال. دي 10 يبقى حرك البوينت للرايت واحده. في حاجه تقف قبلها؟ لا. تمشي. يبقى اتبقى عندي بص كده 11 ماينس 10. اخر حاجه 11 ماينس 10 ايكوال 1.